السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الحضور الكريم، أقترح عليكم هذا الدرس مهم جدا في اللغة الفرنسية، خصوصا في التواصل باللغة الفرنسية لتفادي التكرار. عندما نتحدث عن الماضي نستعمل بعض الضمائر، نسميه برونون بيرسونيل ديريكت. برونون بيرسونيل ديريكت، يبدو أن هذا الدرس صعبا، ولكن سوف نقوم بتبسيطه لفائدة الجميع. إذا هناك بعض الأمثلة، من خلال الأمثلة سوف نفهم شيئا ما محتوى هذا الدرس وهدفه الأساسي. passé composé الدال على الماضي، الوقت الدال على الماضي. passé composé plus pronom personnel direct. إذا نظرية شيئا ما في قراءة الجمل وفي قراءة الأمثلة. j'ai vu le film، وكذلك j'ai vu mon mari، j'ai vu la voiture، j'ai vu Virginie. إذا هناك عدة أمثلة. le film، mon mari، la voiture، Virginie. le film، mon mari، هذو أسماء مذكرة. la voiture، Virginie، هذو أسماء مؤنثة. إذا في هذه الحالة كيف نستبدل le film والكلمات الأخرى بهذا الضمير l'apostrophe je l'ai vu، la négation je ne l'ai pas vu، ونستعمل هذا الحرف الدال على التأنيث عندما نتحدث حول السيارة أو فتاة أو امرأة. مهم اسم مؤنث، نستعمل دائما هذا الحرف الدال على التأنيث أ، ولكن لا ينطق je l'ai vu، je ne l'ai pas vu. نستعمل كذلك الضمير لي الدال على المذكر، جمع المذكر وجمع التأنيث. مثلا il a perdu ses clés، جمع التأنيث il les a perdu، نضيف e وكذلك s الدال على الجمع التأنيث il les a perdu، il ne les a pas perdu، ses papiers مثلا هو جمع مذكر، يكفي أن نضيف فقط حرف s. إذن في الكتابة تختلف تماما في النطق الشفوي أو في التعبير الشفوي. التعبير الشفوي يبدو سهلا، أما الكتابة نحتاط في بعض القواعد مهمة جدا. نمسك في بعض الأخطاء ثم نصححها ونستفيد من أخطائنا، هذا هو المهم. vous avez mis votre stylo، vous avez mis votre clé. يبدو أن هذه الكلمة مؤنثة وهذه الكلمة مذكرة. إذا في هذه الحالة vous avez mis votre stylo، vous l'avez mis. vous avez mis votre clé، vous l'avez mise. إذن هنا ينطق حرف S، ضروري من الاحتياط شيئا ما. نرتكب بعض الأخطاء وفي الأخير نحصل على نتيجة طيبة لأننا فهمنا الخطأ وتجنبناه. vous l'avez mise dans votre poche، أي نقصد votre clé. vous l'avez mis dans votre poche، أي نقصد votre stylo. لماذا هذه الضمائر؟ لتفادي التكرار فقط. vous ne l'avez pas mis، vous ne l'avez pas mis. نكتفي بهذا القدر، ويكفي أن تبحثوا على في الإنترنت على passé composé plus pronom personnel direct مع les compléments d'objet direct، وسوف تلقون العديد من التمارين. شكرا لكم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.